الحقيقه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي برغم ظروفه المرضيه الفتره اللي فاتت اللي كانت منعته حتى ان هو يؤدي عمله في النادي او يتحرك من البيت خلال الاسبوع اللي فات بعد ما عودته الام العمود الفقري، ان شاء الله ربنا يكتب له تمام الشفاء، هيكون بكره مضطر ان هو حريص على المشاركه في هذه المناسبه في النادي يا باشمهندس. بكره الساعه 6 مساء الكابتن محمود الخطيب يترأس هذه الاحتفالية اللي بيقيمها النادي الأهلي لتكريم أبطال حرب أكتوبر من الشخصيات الأهلاوية وأعضاء النادي والرموز اللي شاركت بقدر كبير في حرب أكتوبر. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي أعد ترتيبات خاصة لهذا الاحتفال اللي بيتضمن تكريم عدد من أعضاء النادي والشخصيات العامة ممن شاركوا في حرب أكتوبر وكذلك عدد من أسر الشهداء، كما يتضمن الاحتفال عرض فيديو للمكرمين يتحدثون فيه عن دورهم في الحرب والبطولات التي جسدها أبطال مصر، ويختتم الحفل بفقرة فنية للمطرب محمد الحلو وفرقته الموسيقية حيث يجدو بعدد من أغانيه. واطمأنت الإدارة التنفيذية للنادي برئاسة مرجان على كافة الاستعدادات الخاصة بالاحتفالية اللي بتنظمها معاه اللجنة العليا للجان برئاسة محمد يوسف حتى تخرج الاحتفالية في أفضل صورة، خاصة ايوه اما يبقى بطل العبور خصخص لي بقى اما يبقى بطل العبور وصاحب قرار العبور حبيب قلبنا كلنا رئيس شرف النادي الاهلي الرئيس الراحل محمد انور السادات.